معقول انت تذبح فيا وتصورني بالجلابيه القديمه تذبح فيها الغريبه وهسيبك كده على الاقل تجيب لي حق جلابيه كمان ده انا بشم هناك ولا يا فؤاد انا كنت زارق انا زارق كنت زارق الحق بس اجرتهم للواد قال لي اتصال مش عارف اعمله قدام العصر كله كم يبغى انت احمد هزار Thank you.
السبب الهدي الدهان. انت لو قلت للراجل ده مش هقول حاجه صح اسمه كمان طب هات نص هات نص صغير كده عارف انا بشطب
ماشي عادي وينك بقى. هتنط هتنط من وراك ده. يا عم اللي احنا بنعمل على اساس ان هم ما يعرفوش عنا حاجه. ثم تاني عادي هاتوا القلب الاحمر هنا اللي هو في قلب فوقها هاتوا اللي باشمهندس لو سمحت. ايوه دخلنا ليه؟ اه مستور والله يا اخي. فين الحنفيه يا اخو؟ لا مش هشرب بقى. انا في حلوة اخد تلفحة تحت كده يا روح اغير الطقم كله من هنا عشان ربنا يا